فاتو تري في فلانجيري. كيراكم يا خواتاتي يا زينات يا الحلوات يا قوت. والسلام عليكم. كيراكم خوتي وخواتاتي، راكم غايه مريقلين. والله الا رحنا غايه الحمد لله. نتوما المهم كي تكونوا نتوما غايه نكونوا حنا غايه الحمد لله يا ربي. فهاد الساعه جيت تسخن على النار ولا كيفاه؟ لايك اه جيت تسخن على النار ولا كيفاه؟ جاتني واحد البرده جاتني واحد البرده. كي راكم دايرين يا الزينات يا الحلوات يا السكرات يا العسيلات، كي راكم دايرين ربي يحفظكم في هاد العواشر. وشوفوا رمضان يدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. وغادي ندير معاكم طاجين بالكفته والرز. شوفي طريقه هبال ما نقولكش، حطي لي غير راسك مع ام جنه ديريكتوم ولا الطابله وانتهينا. يلا هي فرجه ممتعه اختي مع ام جنه واختها الياقوت. قامت تسقسيوني ورا نورا ورا الياقوت ورا نورا. ها هي الياقوت ها هي جات. ما نعرفش ضربها في الراس قالت لك جيت. رمضان قرب يا اختي. ها رمضان قرب. رمضان قرب. كاش ما راكم تبوجدوا، كاش ما راكم رمضان قرب ان شاء الله يدخل علينا بالرباح وحرزيق ان شاء الله. امين امين امين. نتمنى يدخل علينا بالصحه ان شاء الله يا ربي. اللهم امين يا رب العالمين. شوفوا خواتاتي هنا نقولوا بسم الله. شوف يا الياقوت جيبي لي الطاجين قدامك. هنا يا خواتاتي الغاليات عندي رطب الكفته، ها هو رطب الكفته هنايا بسم الله. واش غادي نديرو فيه؟ عندي هنايا قصبر غادي نديرها في الربع. هنا غادي نطحن. هنا عندي حبه بصله نديروها هنايا. ها حبه بصله مغسوله نديروها هنايا. هاي حبه بصله ايوا هنا. هنا عندي فصيصين تاع الثوم، ها هما فصيصين تاع الثوم ديرهم هنايا بسم الله. الملح ها الملح. هيا الكركم هنايا. الريحه الشابه تاع الكرويه في الكفته تعجبني. الريحه تاع الحريره. ها تاع الحريره تاع الحريره. يلا اختي ديري الزعتر. الزعتر وزيدي الزعتر يا الياقوت. غادي تعملي داك النار راك رجعتي لطبيعتك طبيعتك وطبيعتك. طبيعه انا كمون يا الياقوت ريحي درتي لنا الحرب العالميه. يا الياقوت راكي غير تحركي وزيدي تحركي حيري وعاودي ديري كش قول له لي زيبيس مخلطه هنايا درت هنا مخلط تاع كفته لي زيبيس تاع كفته هنا بسم الله. يلا خواتاتي نطحنوها ونرجعوا نرجع معاكم معاكم في رعايه الله في هذه اللحظه. اختي الياقوت زيد تخرف في النار غادي المجمر يجي عندي ونقول لكم مع السلامه. يلا انا يلا النهار ندير الفيديو مع الياقوت اختي نبقى نقرا ايات الكرسي باش نديرو مع الياقوت. تخرب بزاف المجمر راهي رايح قدامها. اكي راكم كسراكم رمضان قرب. رمضان زينوا على يديكم وعلى رجليكم. الله غير وليتونا هذا خبز هذا ملوي هذا مسمن هذا محشي هذا اسفنج هذا. رمضان ان شاء الله باش نتقهواو. الله يرجع ربي يعطينا غير الصحه والله يعطيكم الصحه لينا وليكم ان شاء الله المسلمين كامل. ربي يحفظنا ويحفظكم ويدخل علينا بالرباح وبالصحه وبحرزيق ان شاء الله. هذا اللي نتمناه ووليداتنا وبنياتنا كامل. وربي يفتح على وليداتنا هذا اللي الله يرجع ربي اللي ما كانش خدام الله يفتح عليه بحال خديمه بعد رمضان. هذا اللي نقولوا لهم ان شاء الله يا ربي. هذا جيت هي قبيله تقاست عليا ام جنه هي جيت معاها مسكينه نقعد معاها شويه ونعاود توصلني. واه ولدي كان مشطوني جيت مع ام جنه مسكينه غير شويه نجي عندها غير نقعد ونجي عندها. والله لمتنا كامل خواتي والله لمتنا كامل مسكينه. الله يحفظها ويحفظ وليداتها ان شاء الله يا ربي. النهار راه بارد 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 والنوكه طيح الصبح ماشي لا تاع البارح ما ريدتش واليوم راه طيح بصح غير شويه اللي يضرب شويه راه مليحه. راني عشان انا قاعده في الجرده راه مليحه وراه هو التغب شويه بصح راه مليحه ماشي حل البرد ولا حل حل اخر بزاف. لا راه مليحه اليوم الله يرفعها هكا على النار. هنا خواتاتي وقولوا بسم الله. شوفوا عندي كاس تاع روز ها هو كاس تاع روز. الروز اخواتاتي ها بسم الله. شوفوا الروز كي داير الرقيق الرقيق نديرو هنا بسم الله. شتي شحال رقيق ما كثرش بزاف مليح حطو كيما ها. غادي ندير شويه وشويه قدر به. فوالا
شوفوا خواتات اليوم ام جنى راني باللويز. يلا هنايا بسم الله نديرو هكا شوفوا شوفوا ها ونخلي هنايا باش نقدر باش ندير هنايا عاود فوالا بسم الله يا ربي نبقاو نديرو كيما هكذا ها شتي شي حاجه تشبه هكا كفته ها عليك شبه واه لا تجي فيها البصله ثوم نديرو الزيت فوالا وما نديروش الملح نديرو خواتاتي طوماطيش المصبره مغرفه من الكبار طوماطيش صوص طوماط الحمراء يلا خواتاتي هنا عندي غرفيه تاع الماء شللتها اللي درت بها الطوماطيش مصبره عاود شللتها ودرت هاك شغل فيها هاك تشوفوا فيها شي حمراء نديرها هنايا هكا هنا هاد البصله هادي ها هي بصله ها هي وهي هنايا غندير هنا بسم الله وجي نكون غادي نطيب لكم اليوم على النار هذا ديروا تما كلشي تحيا اليد والله الا تحيا اليد ها والله لا كرمه مقين وكلشي والله الا تحيا اليد ما فيها لا هلا صحي الحال دار صحي وليلة هلا شوفوا كاش تجي هاد الأكلة هذي شوفوا كاش تجي هاد الأكلة هذي تسمي درت كل شيء هاد الأكلة خالتي الياقوت راها هاي 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 بعد خبيز يا الله هنايا هلا دير هذا اللي تسمخ تعلبت خطا طيب شوفوا هنا بقاو نديرو كيما هكذا هاي هنا كفته ها وتحطيها ندير البوراك ندير بزاف صوالح واه نبغي نخلط بالبوراك ولا نبغي نخلط تبغي الرز في البوراك نبغي نخلط كوكا والله يا ريحه كوكا خلط داك الحفينه تا وعلى ما خدمتيش معاهم كوكا كي تعرفينا كوكا نخدم بكري نخدم بكري كوكا عاوني تعاوني ما والو قعدي وتاكلي ومعزه ومكرمه ايوا غير نسرق غير تشوفي وتاكلي وتشربي ما تعاوني حتى حاجه عاوني غير في الماكله تعاونوا نوضو نوضو تقعدوا ما تقوليش عقزتوا ولا نعيا يا نوضو تقعدي طاجين تقعدي 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 لا راكي ناعسه تحت الكوبيرتا وشتي هذا الفيديو روحي ديري العشاء وشبعي كريشتك وحمي كريشتك وخبزي وديري الخبز في الكوشه وطرطقيها قدام الوجه تاع راجلك تتحرقيه تلقى بها بحال الزويته تاع البلديه ولا لا طلقة قدام الوجه تاع راجلك اوردي لا اخيتي مساكن مدام ما يخلي يتعبوا ويخدموا ويجيبوا لنا سيتي لا تليفون على الراجل حنا هذاك اللي طريعه كل ضد ضد انا ما نبغيش الراجل ينظلم ما نبغيش الراجل ينظلم والو لو كان يريدوا لي كاع تيك توك ولا هذاك والله يريدوه لي وعليا ما نبغيش الراجل ينظلم الراجل يبقى راجل اختي صح كاين الراجل اختي ديالي تاعي عاود كاش هو داير يقول كلمه راجل لا كاين كاين ما بقاش داك الرجال تاع بكري تاع عليه لا كاين كاين والله يحفظهم الله ينورهم انا نبغي الراجل يوقف وقفته راجل بصح كاين الراجل ديال اختي عاود ثاني ظلم المراه اختي واش فيه حقا يظلم المراه بصح علاش لا ما تحصيلاش اختي ما تقوليش علاش كاين الراجل اللي ظالم المراه اللي ياقوت ولك حقانيه في هذا الموضوع انا عشت مع الراجل ونعرف قيمته ماشي كاع كيف كيف اختي نو الراجل شوف كي حبال ديس قال لك في الصباح يضحكك في العشيه يبكي فوالا هضر فوالا خواتاتي غادي نكمل هاد الكفته كامل بهذه الطريقه هذه ونغطي الطاجين ونمشي نجيب معاكم ما نزيد فيه لا ما لا والو دروك حتى نشوف حتى نشوف واش يزيد فيه ولا ما نزيدش فيه الا شتو هو ما هو يجي شاتف شويه درك يا خواتاتي راه كملنا درت حل الخبيزه هي وين كاش جات شوف جات الله الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اه اخواتاتي عزازات حضرني في الطابله الشابة الجزائرية الحلوة طابلة وعليها الهمة والشان راهي معايا المريقة ديالنا تاع الكفتة يا الله يا الشابة ويا الزينة ما تقولي شوفي شوفي الله الله المريقة كي دايرة شوفي مريقة لا العروسة وشوفي شوفي لي شوفي على هاد المريقة هادي ديرها واحد وزوجها الياقوت هاد المريقة الياقوت
هاد المريقه يا الياقوت يديرها غير واحد وزوج والله. ما تقولي ليش اي واحد يديرها الياقوت. اللي يتعلم والله قال لك اليد الوافي ما يحافي، اللي يتعلم يتعلم. والله السبع عند برك 17 عام ديرها كيتعلم سهله. يلا هو دروك طاجي ندير له هكا يا اختي قلبي. بسم الله شوفي حضرينا. ما تحاوليش ولا لا والخبز لا لا والخبز تاع اختكم الياقوت يندهي الخبز. ها هي ما شاء الله شوفي الخبز يلاهي وهودي على الكفته. هودي يا اختي على الكفته خبز المطلوع ما نقول لكش من تفخون راه تزخرت. يلا اخواتي العزازات هنايا هنايا الكفته ديري هكا وحده. ها يا قدس شوفي الكفته كي دايره. بسم الله انا فمي راه يطلق الماء. بسم الله سيد اختو نجيبو لطبيبو. داخلت المراه ساي تبكش ساي فاتو لك شو لا فاتو تري في فالانجيري فاتو تري في فالانجيري وانتي تري في فالانجيري اكلا فاتو تري ولا في الاحلام ولا في الاحلام هاد اكلا ولا في الاحلام. مع السلامه. شوفي حفظه وربي ينورهم. شوف خواتاتي الا ما جربتيش الكفته بالطريقه تاع ام جنة وفاتو تري جامي عمرك كيما تذوقي كفته كيما هذه. وفانتي تري وفي فالانجيري وبارك الله فيكم وربي يحفظكم. سيد دروك راني فوق الكوكب راني في القمر الصناعي. اللي شتهانا شريفه قول لهم ربي يحفظكم سمحوا لنا. واللي شتها واللي مريض اسمح لنا اللي شتها يسمح لنا. يلا هي مع السلامه وسهلا مهلا شي غير شويه كفته وتنوع والله لا تنوع. يا اختي العزيزه فوالا فرعات الله ويحفظيهم مع السلامه ويا احسن متبعين الام جنه. يلا هي الياقوت مع السلامه وفرعات الله ويحفظيهم. يا ربي يحفظكم وينوركم يا اخوتي وخواتاتي. باي.